بكم متتبعي جريدة العمق المغربي، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج جاوب وفوز. حلقتنا اليوم جبناها لكم من شاطئ لدايا الرباط. قبل ما نبداو حلقتنا نبغي نذكركم بقانون المسابقة. المسابقة عبارة على ثلاثة ديال الأسئلة في الألغاز والأمثلة الشعبية، واللي جاوب على جميع الأسئلة غيفوز معنا بجائزة مميزة. نبداو حلقتنا معكم فاطمة زهرة، يلا معايا. السلام عليكم سيدي. السلام ورحمة الله. كي داير لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ اللهم لك الحمد. أحوال صحيحة؟ كلشي هو هذاك؟ بخير الحمد لله. معك صحفية بجريدة العمق المغربي. مرحبا. شرفين. شنو الاسم ديالك؟ عبد الإله شلو. سعبد الإله. سعبد الإله، بغيناك تشارك معنا في واحد المسابقة. مرحبا. هي واحد المسابقة عبارة على ثلاثة ديال الأسئلة في الألغاز والأمثلة الشعبية. نبغيوك تجاوب على ثلاثة الأسئلة بيكون بشكل صحيح وتربح معنا واحد الجائزة. مرحبا. السؤال الاول هو عباره عن اللغز، نبغيك تكملوا ليا. حاجيتك على اللي قدها قد الدبزه، وفايت السلطان في اللبزه، شناهي؟ سلهام. لا، جواب غلط. حاجيتك على اللي قدها قد الدبزه، وفايت السلطان في اللبزه، شناهي؟ بصله. تبارك الله عليك، جواب صحيح. البصله. البصله. تبارك الله عليك، وجواب صحيح. البصله. تبارك الله عليك، وجواب صحيح. البصله. البصله، وجواب صحيح. جواب صحيح، تبارك الله عليك. السؤال الثاني هو عباره عن مثل شعبي، نبغيوك تكملوا لينا. شنو هو المثل؟ مدح صاحبك مع الناس. مدح صاحبك مع الناس. مدح صاحبك مع الناس. ولا كنتي انت خايب غيهضر فيك مع الناس. وكور في الراس من الراس. وعاتبو الراس في الراس. تبارك الله عليك، والجواب الثاني جواب صحيح. السؤال الثالث هو عبارة عن واحد الجملة، أنا نقولها لك وأنت حاولي ترديها مورايا بشكل سريع، تقدري؟ جرب. نجربو إن شاء الله، بسم الله. ألوغ مش خبش خشبة، خمسة ديال الخبشات ومشى. تقدري تعاودها بشكل سريع؟ مش خبش خمسة الخبشات في الخشبة. مش خبش خشبة خمسة الخبشات ومشى بشكل سريع. مش خبش خمسة الخشبات مشى سريع. المش خبش خبشة خشبة خمسة خمسة القمشات ومشى. مش خبش خشبة خمسة الخبشات ومشى. بارك الله عليك، ربحتي معنا واحد الجائزة من طرف جريدة العمق المغربي، نتمنوا انه تنال الاعجاب ديالك. بارك الله فيك. شكرا. تفضل معايا الجائزة ديالك. بارك الله عليك، تستاهل. تستاهل تستاهل. شكرا لك جزيلا على المشاركة. مش مشكل، الله يحفظك اخشي والله يكبر بك، نتمنى لكم التوفيق والله ييسر لكم في طريقكم المسيرة. امين يا ربي، شكرا لك، ونتمنوا لك التوفيق حتى انت في المسيرة ديالك ان شاء الله. ربي امين، الله يكبر بك اخشي. شكرا لكم وشكرا للجمهور. ومن هذا المنظر كنسلم على العائله ديالي في مسجد توريرت، وشكرا لكم. تبارك الله عليك، ربي يخليك، وشكرا حتى انت على المساهمه ديالك، ونتمنوا انه تكون عندك فرصه قادمه ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله ان شاء الله مره اخرى. نشكركم، نشكر الزملاء ديالكم والسيد والسيده المصوره، وحنا جينا اليوم من مدينه السيد سليمان اللي فيها الحراره 8000. وشكرا لكم بزاف. شكرا. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.